مثقف فالكاتن، من انتصر على من؟ خلينا نتفق أولا، على السلطة بعد عام 2003 الأحزاب التي جاءت بها الدبابة الأمريكية البريطانية، زين هم يقولون احنا ما عندنا فضل بال، لا احنا اللي حررنا ولا احنا اللي أسقطنا النظام، احنا استلمنا سلطة تخادم، أمريكا أعطوها عذر أنهم ممثلين الشعب العراقي واستخدمت هذه الورقة ودخلت وقالت أنا محتلة. ما هي البضاعة، ما هي الرؤية اللي قدمتها هذه الأحزاب؟ ما عندها أي شيء، ما عندها شيء. تعرف حضرتك عبر التاريخ ممكن يكون هناك قائد ينتصر بمعارك يجي للعمل السياسي يفشل، وصارت بفرنسا وصارت ببريطانيا. اللي ناجح بالمعارضة مو بالضرورة يكون ناجح بالسلطة، هاي قصة أخرى. البضاعة اللي قدمتها الأحزاب بعد العام 2003 اجى تشرين فلشها. تخيل أنت أكبر تاجر تستورد بس جيجاير، وجوا شباب تشرين قالوا احنا لازم نسوي رياضة، هذا دخان ضار، طائفية والأمراض اللي جبتوها ضارة، نريد نتنفس هواء العراق. ضربت بضاعتك آني. اللي صار هو هذا، ناس جت قالت شنو سنة شنو شيء، نحترم المذاهب والأديان والعقائد كلها، لكن هذا العراق، هويتنا العراقية هي الأول. هاي كل القصة اللي صارت. الكاتم تحرك لأنه أنت ضارب بضاعته، واحد. اثنين، ما هي الرؤية التي قدمتها الأحزاب والحكومات المتعاقبة إلى أن صارت تشرين؟ من الحكومة اللي قدمت رؤية اقتصادية والناس ما عاون؟ يعني أجيب حكومة حكومة تتريد، يعني جاينا رمضان شلون نقضي بالسجن؟ قل لي يعني حتى تجيب الكاهن وحدة وحدة. سأنا جابر، لا لا أنا أقول لك والله. سأنا حاتي، مو أنت تسني تقول الكاتم ولا وشنو شنو صار؟ ثروات انفجارية راحت، الفساد على إيدك، خو أكثر واحد يحكي عن الفساد أنت. زين، رؤية اقتصادية ماكو. زين، وصلنا مرحلة كل الخطابات التكليف لكل الحكومات متشابهة، كلها متشابهة. نامت الناس، قعدت الصبح ثلث العراق رايح. خليني أطلعك من هذا. يا ريت والله، والله قلبي يقوم يرجعني يا أستاذ نجم بالله العظيم. عبر التاريخ.